السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello dear students, today إن شاء الله معانا chapter 18 Scientific Division Banda Mathematics Second Edition for SAT Science also for EST, نفس السيلبس بتاع SAT هو السيلبس بتاع East بس عليه دروس زيادة. Scientific Division مش هنستخدمها, احنا هنستخدم Long Division, وده بنسميه ديفايدند اللي بيبقى مكتوب هنا بيبقى في الأول, وده بنسميه ديفايزر, والناتج كوشنت. وإن شاء الله الدنيا تبقى سهلة عليكم, مش مهم المسميات قوي بس أحيانا بتفرق لما نيجي نقرأ الدرس او نقرا السؤال طالب ايه مننا. هنبدا على طول في الاكسرسايز وهنطبق الثيرم بتاعت اللونج ديفيجن. معانا اثنين ثيرمز, هنقول اولهم مع اول سؤال اهو. هو مدينا اكسبريشن في صوره فراكشن, فراكشنال فانكشن, عايزها ايكويفالنت مين, معناها لونج ديفيجن على طول اهو. ده الديفايدند ديفايدد باي ديفايزر, هنا هنشوف بالراحه كده هيدينا مين. هنبدأ بأول خطوة, وعيدوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة عشان أعرف أعمل لونج ديفيجن للناس اللي مش بتحب. هنقسم الكوفيشن اللي جوه على الكوفيشن اللي بره, وفيرست تيرم مع فيرست تيرم بس. يعني 4 divided by 1 is 4, و x divided by x is x. يبقى أول خطوة is ديفيجن عادية خالص. طيب ثاني خطوة اللي عملته ديفيجن وكتبت الكوشن بتاعه فوق, هعمله تايم ونكتبه داون. تايمز ونبوت داون هنا, ديفايدد ونبوت اب. طبعا هنعمل تايمز عادي خالص اهو, 4x ماينس 8. ثالث خطوه هنعمل سبتراكتنج او ريميندر, ونكتبه في نفس السطر يعني في نفس اللاين بتاع سبتراكتنج, ونريبيت الاوبريشن كل مره لغايه لما نوصل لاخر خطوه. طبعا subtracting يعني ده ماينس ده وده ماينس ده, فاحنا بنعمل تحويل للساين وخلصت. طبعا ده روح, يتبقى لنا ايه؟ اول حاجه في النظريه بتقول ايه؟ ان الديفايزر ديفايدر اللي فوق ديفايدد اللي تحت نقدر نكتبه بالصوره دي, خارج اسم الكوشنت اللي هو الفور بلس الناتج اللي طلع اللي هو مين؟ 8 over the divisor زي ما هو ظهر. طبعا الانسر اهي نمبر سي. تمام. طيب هنشرح برضو ليه جت السؤال خلص, بس ليه جت النظريه كده. هنحط بس حاجه بيضا نشرح عليها سوا كده, النظريه دي جت منين وليه. بصوا كده, لما نقول مثلا انا بقسم, هكبر كمان الخط, بقسم ال 8 divided by 3 الناتج هيبقى كام؟ ده معناها divided fraction, مش مسمعش. طب ال 8 فيها كام؟ 3 فيها 2, الريميندر لما اخد من دي 2 هيبقى 2 by 3 6, يبقى لنا 2 over 3, مالهاش علاقه ان في دي ده 2. كاني بالظبط بعمل كده, لو انتوا جمعتوا دي هتلاقيها هي دي بالظبط. فهم لما يكون بقى any variables ممكن اكتبها بالصيغه دي, ودي theorem 1 اللونج ديفيجن. الثيرم الثانيه بتاعت الريميندر هنقولها في وقتها ان شاء الله. تمام. another example, لو قلت 9 divided by 2 فيها ال 4 times 2 8 والريميندر is 1, بدل ما اقول 4 and remainder 1 لا بنقول 1 over divisor ونعمله بلس. هي فعلا 4 and half يديني 9 over 2. طبعا قيسوا الكلام ده على المسائل الكبيره جدا, divided مثلا by 5, هتلاقوا بقى الدنيا بتكبر منين. وبعدين قسوها هم بصيغه عامه بقى على مين؟ على البينوميز, دي اسمها بينوميز اللي بنشتغل عليها. تعالوا نشوف السؤال الثاني برضو, هي ثيرم 1 مدينا
الناتج اللي فوق اهو، او الباينوميالز اوفر باينوميالز 6 اكس سكوير بلس 5 اكس. هقول لكم طريقه طبعا سريعه عنها شويه، بس طريقه سريعه مش هتنفع، يعني لازم يكون جريد 12 عشان واخدينها، لو حد طلبها بعتها له مخصوص طبعا. divided by 2 plus 2 over mean 2x plus 1. دي النظريه العاديه جدا، انا هعمل division والناتج هو مدينا الحل، الحل ده انا عايزه، مديني الريميندر، انا عايز الكيو. الكيو يعني ايه؟ الكوشن خارج الاسم فوق. هنبدا بالراحه، 6 divided 2 is 3، 6x squared divided x is x. عملت ديفايد، ديفايد اهو اول خطوه، نكمل بعد كده شباب باي تايمز، ده تايمز ده، ونكتب تحت 6 اكس سكوير، دايما اول ترم بيطير، ده تايمز ده 3 اكس. اللي مش فاهم يعيد الفيديو او ابعت لي اشرحها له بطريقه ثانيه. ثالث خطوه سبتراكت، نطرح ده ماينس ده طار، ده ماينس ده 2 اكس من غير اشاره ونجمع عادي، وبعدين تنزل بلس 2. بص اللي هيحصل ايه بقى؟ تاني اهو هنجيب المارون كولر، 2 ديفايدد 2 از 1. طب هل الاكسات برضه از 1؟ كله 1. يعني اكس ديفايدد اكس 1 و2 ديفايدد 2 1. لو اي واحد فيهم نمبرز غير ال 1 بكتب طبعا هعمل ديفايدد خلاص تايمز 1 تايمز كل ده، هيطلع زي ما هو 2x بلس 1 تقريبا. خلص نقدر اقدر على طول اختار الاوبشن ده بي. طب يا مستر نكمل، ما هو كمل، هنعمل ده ماينس ده ماينس بس في الامتحان، يبقى الريميندر طلع معانا 1 اهو، هو مدينا الريميندر هنا، وده الكوشن زي ما قلنا اول الفيديو. مش لازم يكون نفس الليتر كوشنت، يعني لازم يكون هو الكوشن، يعني ناتج results of division. تعال نشوف number 3 بيقول لنا ايه. expression 4x square. بصوا بقى الحته دي حلوه ومهمه جدا. can be written as، يعني هو ده، هو ده يا شباب 2x minus 1 plus r. الار بكام؟ مستر ايه علاقتها دي؟ علاقتها ان انت توصلها لونج ديفيجن، هو بيسال عن ار. طيب ازاي يعني دي لونج ديفيجن؟ يعني اقدر اقسم كل ده كده على نفس البراكت ده، طبعا ده منتلي مش هعمل كده في الامتحان، انتوا تبقوا عارفين ان ده يبقى هو الديفايز بتاعنا، لان هيبقى هنا ده الريميندر كده، انا بوريك اوصلها للنظريه الاولى السيرم اللي شرحناها من شويه. فلما توصل للمسألة تبقى زي المسألة اللي فاتت بالظبط، الفورمولا بتاعتها اهي. انا خلي ده الاخر، اوعوا تعملوا كده في الامتحان يا شباب، مفيش وقت. انتوا على طول تبداوا بدي كده لونج ريفيجن، وتقول الناتج هو لونج ريفيجن ده، روح مع ده الناتج ايه، هو مش طالب ايه، هو طالب الريميندر اللي هو ار، ونفس على حظنا نفس الابريفيشن لايك ريميندر. مش دي النظريه اللي كنا قلنا عليها من شويه بالارقام؟ هنعمل وايت سكرين كده على جنب ونحلها سوا. سوري طلعت وايت سكرين اهي. هل بقى نحل الكلام ده؟ عرفتوا الفكره؟ فانا طبعا دي تتكتب في الامتحان، مش تتكتب في الامتحان عشان كنتوا هنا. اول ما يقول ده اكسبريشن ده، اعرفوا ان ده عايز دايما يا اما الار يا اما الاي. لو عايز الاي يبقى انا اطلع الكوشن، لو عايز الار هطلع الريميندر. يبقى كل اللي اعمله دايما هقسم الاكسبريشن اللي بيدوهوني از ديفايدند، والديفيزور دايما البراكت الثاني هيبقى هو الديفيزور. فهنبقى ازاي من هنا؟ طبعا مش مهم البراكت ده خلاص، يبقى جاست نعملها 1، هنشتغل عادي جدا اهو. جزء يا شباب بالراحه خالص، كلر مختلف. 4 divided by 2 is 2، x squared divided by x is x.
just product or multiply نضرب في كله 2x times 2x is 4x square 2 by 2 x by x minus يا مستر خد بالك ما فيش x فوق يعني لازم نبقى كير قوي about this part 2x مش مع ال 5 5 لوحدها نغير الساين عملت ديفايد عملت باي ناقص سبتراكت سبتراكت يعني هطرح ده ماينس ماينس يبقى بلس وما فيش حاجه معانا يعني ده روح 2x بوزيتيف بلس 5 تنزل لسه معانا another iteration another level من الديفيجن ده ديفايدد ده 1 كله 1 يبقى بلس 1 1 تايمز ما فيش اسهل منها دايما اخر خطوه يا شباب 1 تايمز ده كله 1 تايمز 1 نغير الساينس تبقى ماينس تبقى بلس انا بطرح روحت لونج ديفيجن عيدوها تاني تالت مساله لونج ديفيجن مباشر الريميندر 6 يعني اللي احنا طلعناه ده الايه انا مش عايز الايه خلاص الانسر ايه 6 مش بس ما حدش 2 بس انا هكتب ده تاني وتعرفوا الدنيا ماشيه ازاي الـ A عبارة عن 2x اللي هو الكوشنت بلس 1 وبعدين الـ remainder اللي باقي 6 divided by divisor أو divisor 10 خلصت؟ طبعا هو كان بيسأل على اللي فوق الـ R ولو ضربنا ده كله في النفس هيدينا اللي بالمرن ضربتها باللي تحت ده يدينا بالمرن بالظبط بس انا عرفت ايه ساعتها طبعا الناحيه الثانيه خلي بالكم هي مساله ديفيجن عاديه جدا لونج ديفيجن او الايشين بيسموها ساينتيك ديفيجن بس احنا والاوروبيان هنا الاوروبيان بيسموها لونج ديفيجن ساينتيك ديفيجن عندنا حاجه ثانيه خالص حتى في المدارس تمام الدنيا هنا تمام طيب تعالوا نشوف السؤال الرابع معانا بيقول ايه حلو قوي الرابع وسهل دخل على النظريه الثانيه ايه النظريه الثانيه طيب عايز اشرح النظريه الثانيه على السؤال اللي فات يا شباب في نجيب السؤال اللي فات الثاني اجابته كامله اهي ونشرح عليه النظريه الثانيه اهو هنشرح ثيرم 2 اوكي ده مش سؤال احنا بنشرح عليه ثيرم 2 بتقول ايه CO2 تقول ايه؟ تقول لو خدنا الزيروز بتاع الديفايزر يعني احنا بنعمل لونج ديفيجن فده الزيرو، الزيرو بتاعنا مين هنا؟ يعني خد ال 2x ماينس 1 سووها ب O وهتلاقي ال x 2x عامله 1 ودينا 1 الناحيه الثانيه ترانزيتيف بوزيتيف وبعدين ال x ديفايدد عامله هاف لو خدنا الزيرو ديفايزر عوضنا بيه في ال فانكشن الاصليه هيدينا 6 قيمه الريميندر يبقى 0 ديفايزر فانكشن ايكوالز ريميندر فاليو طيب تعالوا نتشيك يعني معناها ان اف اوف دي الفانكشن بتاعتنا اف اوف اكس اف اوف اكس ايكوال يعني اف اوف هاف في المساله اللي فوق بتاعتنا الاصليه لازم يدينا نص مش بالعافيه تعالوا نشوف اكس سكوير يعني هاف سكوير لازم يدينا 6 بلس بلس 5 فعلا ده مع ده سكوير طبعا هنغير بس الكلر عشان السن يبقى صغير 4 انا عوضت 4 اكس سكوير يعني هاف سكوير يعني 4 باي كوارتر يدينا 1 1 و 5 6 تاني ولا الدنيا تمام تعالوا نطبقها تاني في السؤال احنا خلصنا ستريم من بدري السؤال ده بيقول لنا من غير تعويضه بس بيقول لنا في سؤال 4 الفانكشن جي از ديفايند باي بولينوميال خلاص هي بولينوميال يبقى مطبق عليها في لونج ديفيجن كل ظروف البولينوميال ذا تيبل اباف شولد نمبر فاليوز اوف اكس يعني كل ما اقول جي مثلا اوف نيجاتيف 3 قيمة الجي بتاعي بكذا اوف نيجاتيف 2 ب 3 اوف نيجاتيف اوف 0 بنيجاتيف 4 اند سو اون فطبعا
بيقول لنا لو احنا مسكنا جي اوف اكس قسمناها على ده الريميندر كام، انا هاخد الديفايدند ده او الديفايزر ده واساويه بزيرو، فانا عرفت الاكس بتاعتي ب 3. يعني انا هدفي اعرف جي اوف نيجاتيف 3 بكام، هيديني الريميندر. دي النظريه الثانيه. لو عايزين اشرح اللونج ديفيجن، انا حاسس ان في ناس كتير هتسال عليها، في اولادي اللي معايا فيس تو فيس اشرحها لهم بسهوله بيفهموها. المهم لو حد عايز اشرحها فيديو وارفعها لوحدها قولوا لي. المهم جي اوف نيجاتيف 3 يعني الاكس بنيجاتيف 3 الجي بكام؟ ها واضحه جدا 2، يعني الريميندر از 2 من غير ما اعوض من غير اي حاجه، انا جبتها من تيجي نيجاتيف 3 الجي بتاعتها 2، يعني انسر السي. ما فيهاش اي شغل، الشغل اني افهم النظريه الثانيه بس، هنطبقها ثاني وثالث ورابع، الشابتر كله عليها. هنا نفس النظريه بس مدينا بالنوميال شكلها غريب جدا وفيها تو فاريبلز، الزي فاريبل والاكس فاريبل والكي كونستنت. هو قال لنا كده، ما جابش سيره ان الكي بس كونستنت، الكي بس اللي ثابت، يبقى عندنا الفاريبل از زي وفاريبل اكس. بيقول لنا لو احنا عملنا ديفايدد، عرفت منين يا مستر؟ ما هي كلمه فاكتور، لما اقول لكم 6 ديفايدد باي 2 يديني 3، ما فيش ريميندر. 2 اسمها فاكتور اوف 3، 6 اسمها فاكتور اوف 3 as well. 3 فاكتور اوف 6 as well. Again 6 ديفايدد 2 is 3. ده عشان طلع لنا كوش من غير ريميندر يبقى اسمه فاكتور، وده اسمه برضه فاكتور. معنى اخر من معنى الفاكتور، لما اقول لكم مين الفاكتورز بتاعت ال 6 itself 6 باي 1، يبقى 1 و6 فاكتورز، قسمت دول على 6 1 وقسمت 1 على 6 ديفايدد 1 ان 6. طيب ال 6 مين تاني؟ 2 باي 3. في تاني؟ لا. يبقى الفاكتورز هي اللي بتعمل لي بالتايمز النمبر الاساسي، يبقى هي مالتيبل، تبقى مالتيبلز النمبر الاساسي مالتيبل ليه، دول اسمهم فاكتور. طب سميناها فاكتور، يبقى لو انا قسمت النمبر على الفاكتور بتاعه الريميندر بزيرو. مهمة قوي دي. يبقى انا لو قسمت ده ديفايدد زي ماينس 1 هيطلع الرقم براكت طبعا ايا كان والريميندر زيرو. طيب يعني اقدر انا اعوض دي الفانكشن بتاعتي f of z and x، طبعا function ب 2 variables، اعوض على الفانكشن دي ال z بنيجاتيف 1 هيديني ان مفيش ريميندر. ما لما اعوض على الفانكشن يديني ريميندر، والريميندر بزيرو طالما هي فاكتور، يبقى الديفايزر زيرو. النظريه بتقول الديفايزر زيروز، يعني امسك الديفايزر ده واساويه بالزيرو يديني زيب 1، يبقى انا اعوض عن زيب 1 الناتج ده لازم يديني الريميندر 0، يعني 2 باي 1 كيو ماينس كي باي اكس، اكس ما نعرفهاش تبقى زي ما هي زي سكوير 1 سكوير بلس 5 اكس ما اعرفهاش زي 1 بلس 2 زي اكس ما اعرفهاش ماينس 2، كل ده يا شباب عامل مين؟ عامل 0. واضح الكلام؟ عرفنا جه منين؟ تعالوا نشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي معانا هنا. هنضرب عادي جدا واشوف الكي ينفع تطلع، ويا مستر ده معايا اثنين فاريبلز، بس بصوا الفاريبلز هيحصل هنا 2 ماينس 2 روح 2 باي 2 از 2 2 باي 1 از 2 سوري 2 باي 1 از 2 2 ماينس 2 روح خلاص بزيرو، فبصوا الناتج هيطلع ايه؟ ماينس كي اكس بلس 5 اكس مش تاني بلس 2x مش تاني. شايفين الدنيا ماشيه ازاي بسيطه؟ سمبلت لفوق بس. الاكس ده variable cannot equal 0 or even 0. اقدر اخده common factor فيبقى معايا مين؟ نيجاتيف k، وده
7 اكس، بصوا دي بالمره كده نعملها سيمبل اكتر، يعني نيجاتيف كي اكس بلس 7 اكس ايكوال او، كل اللي اخده اكس بره كومن بلس كي، ده فاريبل ما ينفعش يبقى زيرو 100% at x make zeros، لازم ال k تبقى بالكالر الاسود، ال k بالماينس وبلس 7 هي اللي ايكوال زيرو، هتودوا k الناحيه الثانيه اكيد ترانزيتيف، هعمل ماينس 0 ماينس 7 ماينس 7، فال k must be 7، مش هتحط قدامها 7 نيجاتيف 7 اكس، الانسر از 7. طلعت سهله جدا في الاخر، في الاول فيها فكره اكيد هاي ليفل دي، يا رب تكونوا وصلتوكم. لو عايزين اشرحها بطريقه تانيه، بس دي اعتقد اسهل طريقه، واشرحها بطريقه تانيه ورا برضه بصوا لها، وانا معاك وابعتوا لي اي استفسار عليها. نمبر 6 بيقول لنا وات از ذا ريميندر، بصوا مباشره لو قسمنا ده على اكس بلس 4، احنا بنكرر النظريه ومباشره تخلص بسرعه جدا، يعني هساوي الديفايزر بزيرو، طالما بيسال على الريميندر، يعني الديفايزر بزيرو لما الاكس ايكوال بنيجاتيف 4، كل اللي اعمله احط اكس نيجاتيف 4 هعرف الريميندر كام، يعني انا بحط في الفانكشن العايد بنسميها فانكشن الديفايدنج فانكشن، لان انا بعوض فاليو بتاعت اف اوف نيجاتيف 4 مكانها، كل اللي نعمله نيجاتيف 4 سكوير، لو انتوا فهمتوا النظريه الثانيه المساله خلصت، بلس 2 نيجاتيف 4 بلس 1، طبعا ده 16 و 8 نيجاتيف، سوري 16 نيجاتيف 8 بلس 1، طبعا دي 8، عشان ما فيش كالكوليتر يا شباب، 16 minus 8 is 8 plus 1 answer is 9، طلعت بسيطة جدا شايفين. لو في أي حاجة ابعتهولي، تعالوا نخش على سيكشن كالكوليتر ناخد مسألة واحدة، ومش هنستخدم فيها كالكوليتر برضه، لونج ديفيجن عادي جدا مش محتاجين نعمل كالكوليتر، تعالوا كده نعمله ازاي. هو عايز مين؟ لو قسم ده على ده فيدينا الريميندر 8، نيجاتيف 8 الريميندر لازم اقراها بالساين، لان دايما الريميندر بلس، فبلس ماينس 8 فوق في النومريتور، طبعا يبقى هو عايز الديفايدند، عايز الكوشنت، يبقى الديفايدند بتاعي 3x باور 2 ماينس 8x ماينس 4، هنقسم عادي جدا على 3x ماينس 2، ولاحظوا معايا كلهم x و x ماينس، كده انا عرفت اول واحده لازم تكون x، بصوا طب جربوا كده، ده ديفايدد ده 1 اكس سكوير ديفايد اكس اكس، نعم يبقى هعمل تايمز عادي جدا 3 اكس باور 2 ماينس 2 اكس، ابتدينا بقى ايه، هنخش في الكريتيكال اريا بتاعت المساله، بصوا هنعمل سبتراكت نغير الساين، ده بالماينس ماينس 8 ماينس ماينس باي بلس 2، يعني ماينس 6 اكس ماينس 4، تنزل نغير اللون عشان تعرفوا ان دي بره العمليه بتاعتنا، جبتها من فوق، الحل اهو ده ديفايدد ده فيها مين؟ نيجاتيف 6 ديفايدد باي 3 فيها ماينس 2، خلصت. عايزين تكملوا تاكدوا ريميندر 8 عادي، خلصت the answer is B لان طلعت اهي، طب تعالوا نكمل عشان نتاكد، ده تايمز ده 6 بالماينس اكس، وفعلا لازم اول ترم يطير، ده تايمز ده از بلس 4، هشيلهم مع بعض، لا ده هيتغير اشارته، عامل سبتراكت سبتراكت هيديني ماينس 8، فالانسر كلها ريميندر از ماينس 8 زي ما قلنا في الاول. شباب المساله ما تاخدش في ايديكم دقيقه دقيقه ونص، انا بطول عشان بشرح، ما تكملش المساله، اول ما الاقي الكوشن طلع اروح اختاره على طول، انا بس عشان اخليكم تتاكدوا المعلومه، واللي ناسي الدروس دي من ايام البرايمري والميدل ستيج اكيد جريد 7 و6 مهمين جدا معايا.
اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله، وراجعوا اللينك ديفيجن كويس جدا وسالوني، ولو في اي حاجه انا معاكم على التليجرام جروب ومعاكم على الانستا ان شاء الله وعلى الفيس كمان. اشوفكم على خير وعافيه، سي يو ان شاء الله نيكست بار فروم ذيس شابتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.